اليوم عم نراقب، كلنا عم نشوف اللي عم بيصير بقطاع غزة. للأسف يعني المجازر عم بتزيد حدتها ووتيرتها، ولكن الحمد لله بعد البنية العسكرية للمقاومة بغزة بعد ثابتة على الرغم من الوضع الإنساني جدا مدري. كيف تصف هذا المشهد وما سبب هذا الإجرام الإسرائيلي اللي عم بتزيد وتيرته يوم بعد يوم؟ نعم، 25 يوم تقريبا مضوا، رح نصير أكثر، بحرب الإبادة من قبل العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة. كانت إبادة، كانت اعتداءات لا أخلاقية لا إنسانية وحشية، كل ما ينطبق على هذه التوصيفات حصل في غزة. اليوم أو امبارح بلشت الحرب اللي فيها التحام ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي، وبالتالي كل ما سبق أمس هو كانت أسابيع الإبادة يلي تعرض لها الفلسطينيين. نحن بدنا نجي نبلش هلأ بالتاريخ نقول إنه بلشت الحرب العسكرية المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين امبارح، ونقيس على هذا الموضوع. مش معناته إنه هيدي 3 أسابيع اللي مرقت هي ما كان فيها حرب، لا كان فيها حرب وكان فيها مقاومة فلسطينية عم ترد بصواريخ وكان فيها اعتداءات إسرائيلية، بس ولكن ما كان ينطبق عليها مقاييس الحرب اللي معروفة بالعالم. كانت إبادة عم تحصل ومستمرة، ولكن الآن لما دخل الإسرائيلي أو قرر يدخل يتوغل بالبر التحام مع القوات الفلسطينية، فيك تبلشي تقولي هيدي الحرب اللي بدها بكرة تقول هون تحقق إنجاز، هون تحقق مكتسب، هون خسارة، هون انتصار، هون هزيمة، اللي بدك إياه. المبين هلأ أول ساعات الحرب اللي بلشت بالمباشر انه الفلسطيني بعده ماسك القياده، زمام المبادره القياده. كيف بنعرف نحن انه بعده ماسك؟ مش بس بالصواريخ. اولا عم يعمل عمليات مواجهه، عم يطلع من الانفاق، عم يضرب، شفنا الاليات العسكريه الاسرائيليه في عدد من الاسرائيليين سقطوا، وبنفس الوقت عم يتحكم في تحكم، عم يصور، عم يرسل، ومبين انه هو قادر يملك زمام اللعب الميدانيه الى الان. هلا بكره بعد بكره شهر 2 3 ما بعرف قديش بتمتد الحرب ورح نحكي بالتفاصيل. طيب بس كمشهد اول، يعني امبارح شفنا صحيح عم بيصوروا الغزاويين العمليات اللي عم بتصير، يعني هيدي من ضمن كمان الحرب النفسيه اللي عم بتمارسها المقاومه الفلسطينيه بوجه العدو الاسرائيلي، ويبدو انها عم تنجح. نعم صحيح، هذا جزء من المعركة، وهذا بيدل على أنه في جهوزية عسكرية عند المقاومة الفلسطينية بمواجهة العدوانية الإسرائيلية. ما عادت القصة هي ردة فعل عشوائية غير مدروسة. مبينة بالعسكر على الأرض في انتظام، في ردود مدروسة إن كانت بنوعية الصواريخ، استهدافاتها، بطريقة استهداف القوات الإسرائيلية التي تغزو غزة الآن، وبنفس الوقت بتصويرها لهذه العمليات للتفاعل مع أكثر، للتأثير باتجاهين. أول اتجاه للفلسطينيين ولمن يتعاطف معه من عرب ومكونات منطقة وحتى إنسان في العالم، أنه نحن بعدنا عم نقاوم ونقاتل وبالتالي ما انكسرنا. ثانيا للمجتمع الإسرائيلي، الإسرائيليين، أنه هذا جيشكم اليوم يتعرض لخسائر وهزيمة، وما تعتقدوا مثل ما قالتكم القيادة السياسية والعسكرية أنه سهلة، ما عادت مثل الأول. يعني هذه المفاجآت اللي كانوا عم يطلعوا، في مفاجآت كتير. أكيد. نحن فينا اليوم نحط عنوان، خلينا نسأل سؤال: هل ستكون غزة تكرر ما حصل في فيتنام بحق الجيش الأمريكي؟ هذا سؤال. ثانيا، أو ما حصل في ساحات أخرى بالعالم بحق الدول الغازي، مثلا ستالينغراد، لينينغراد، لما كان في معارك بين الألمان والروس كيف استبسلوا الروس بالدفاع عن مدنهم. وبالتالي نحن هون بهيدي المعركة اللي العلاقة بالبري، القوى البرية الغازية، بالالتحام المباشر بين القوات العدوانية وبين المقاومة أهل الأرض، هون بتصيري تتذكري ملاحم دولية عالمية شكلت مفصل بالعلوم العسكرية، بالعلوم المجتمعية، بقدرة الإنسان على مواجهة المغتصب لأرضه، لعرضه، لشرفه. وبالتالي هذه اليوم غزة تكرر ما كان يحصل في العالم، ستدرس، وبالتالي هي ليست معركة تقليدية، لا تشبه عام 2014 باتجاهين، يعني بغزة ولا غيرها مثيلاتها أقل من أوائل التسعينات للآن. أول اتجاه أنه المقاومة الفلسطينية ردة فعله ومقاومتها مختلفين. ما عم بحكي عن 7 أكتوبر 7 تشرين، عم بحكي أنا هلأ اللي بدنا نشوفه أو عم نشوفه. ثانيا من ناحية العدوانية الإسرائيلية ليست كماثلاتها عم تكرر المجازر اللي كانت تحصل أيام العصابات أو بعد 48 حصلت أو بعدة محلات، بس ولكن حصلت بجنين، حصلت بالضفة، بعدة مناطق، وحصلت حتى بغزة بوقت من الأوقات وحتى في لبنان. ولكن هذه المرة تختلف عن غيرها، هي تشبه إلى حد ما تداعياتها وقعة يمكن ما حصل ببير هاربر أو ما حصل في 11 أيلول. يعني قصدي من التحولات العالمية 7 أكتوبر وما بعده هو تحول في المنطقة سيرسم سياسيا اجتماعيا دبلوماسيا موضوعات دوليه. وهلا اذا بدك بنحكي ليه، لانه في خطاب دولي مختلف عم نشوفه. طيب على الرغم من انه بعده سيء، رح نفصل هذا الموضوع لان ما حدا عم يحكي باطلاق نار، يعني وقف لاطلاق النار الفوري، عم يحكوا بهدن، وهذا شيء سيء منه ايجابي. رح نحكي شوي. انا هون اذا بتسمحي لي بهذه النقطه، رح تستمر العمليه العسكريه يبدو عند الاسرائيليين، ليس بالوارد عند القياده العسكريه والسياسيه الاسرائيليين انه يتراجعوا. خلينا نكون واضحين، لهلا ما مبين عندهم تراجع، كانوا عنوان انهاء حماس صاروا شل قدرات حماس، هلا بيطلعوا لك بعنوان ثالث ما بعرف شو، بس ولكن مكمل العمليات. هلا بتسحب سحبه وحده ولا بتوقف؟ الميدان الغزاوي هو اللي بيحدد. الواضح انه المقاومه الفلسطينيه رح توجع الاسرائيلي، بالمقابل الاسرائيلي اللي منه سائل كان على 230 اسير يبدو عنده استعداد ليدفع 10 و20 و100 و200 و1000 بهذا الميدان، لأنه بيعتبرها معركة وجودية. وبالتالي أمام هذه الوقائع نحن أمام معركة طويلة الأمد. مش معناته ما بيصير في هدنة، ممكن بكرة الجمعة أو السبت يصير في هدنة تحت عنوان إنساني، وهيدي الهدنة بترجع بتجر هدنة بيصير فيها عمليات بين بين، يعني كر وفر خلينا نقول، أو من فترة لفترة بيحاول الإسرائيلي يثبت ويرجع ينطلق. تثبيته بأول ساعات المعركة المباشرة بالبر، يعني هيدي من يومين، لهلا منه ناجح، ودليل على ذلك إنه ما قدر بهذا التثبيت يقدم لقدام بالساعات الماضية، بل تعرض لخسائر، عم يطلعوا من قدامه من وراه، من أجل هيك قلت لك مشهد فيتنام. وبالتالي هيدا بيخلي المعارك تعدل توجهات العسكرية. أنا ماني خبير عسكري بس عم نقرأ بالمعطيات، بتخلي اليوم القادة المسؤولين عنها إن كان بالعدوان أو بالمقاومة أنه يعدلوا الخطط بناء على الميدان. وبالتالي بيعرف الإسرائيلي أنه الاعتماد فقط على الطيران لا ينتج. حرب الطيران بتبيد، بتقتل، بتعمل أرض محروقة، ولكنها لا تنهي واقعا حتى لو ضل 1000 واحد عم بيقاتلوا. بمعنى آخر شيء هذا اللي عم بيقاتل بالطيران بده ينزل على الأرض. القوى البرية هل هي قادرة تخوض هذه المعركة الإسرائيلية؟ نعم إلى حد. هل إلى حد الانتصار؟ صعبة، بين يوم واثنين وشهر وشهرين. قد ما كان في جيوش، قد ما كان في طائرات، قد ما كان في بوارج حربية ممكن تعمل أرض محروقة، بس كلها سوا بدها أشهر، وبعتقد بهيدي الأشهر إذا امتدت بتتغير موازين قوى ورأي عام دولي اقليمي. هلا ما فينا نراهن عليه، بس ممكن بعد اسبوع واثنين اذا استمرت المعركه نراهن عليه. هل البعض يقول انه اطاله مده الحرب يخسر اسرائيل وما بيكون لصالحها، يعني وتحديدا انه المجتمع الدولي بيصير محرج اكثر من مشاهد الدمار والمجازر اللي عم بتصير، وتحديدا انه البعض كان يراهن على انه الغزو البري لما يبلش يمكن شوي يخفف من وطئه المجازر اللي صحيح. عم بتصير، انما ما شفنا هيك. يعني تزامنا مع الغزو البري عم نشوف مجازر هائله. يعني رح بلش بالجزء الاخير من كلامك زميلتنا رواند. اول شيء فعلا كان ينتظر انه غزو بري بوقفوا العمليات الجويه. مبين اليوم انه هذه الاباده مستمره لانه في خسائر بالميدان. الاسرائيلي ما قدر يتقدم كما هو حاطط مخطط، تقدم عمل توغل هون وهون بخطه ما، ولكنه تعرض ويتعرض الى خسائر، ما قدر يعمل فيها انجازات متكرره وسريعه، فبالتالي رجع استعاد بالطيران. البعض بيعتبر انه والله غزه، مدينه غزه يمكن نحن هي احكم حي، مثلا نحن ببيروت اليوم هي يمكن مثل ابعد من هون لصيدا، وبالتالي عم نحكي بالطول. فهون صعب كثير على الطيران يقدر لحاله يخلص، وبنفس الوقت البر في كثير اشكاليه. عم بيحاول الاسرائيلي كان يقطع القطاع، هو من الاساس حط خطة ببدء العدوان تسربت أنه بده يقسم غزة والقطاع عم بحكي إلى 3 أقسام، شمال وسط جنوب، وحاول بهذا الإطار أنه بس يقسم هيدا التقسيم، يحاصر حماس ينهيها، وبالتالي بيرجع في قوى ما بترجع بتستلم، ولكن ضمن إطار أنه هيدي بطلت وحدة كاملة متكاملة بتشكل بنية عسكرية أو بشرية المليونين لحتى يكونوا جبهة لمرحلة ما بعد المستقبل. في عثرات قدامه، بعده الإسرائيلي مصمم. الأمريكي هون نفذ تحديدا على الجزء الأول من سؤالك. الأمريكي بعده لهلأ أقل بالشكل ماشي مع الإسرائيلي، الأوروبي نفس الشيء. إذا بنلاحظ اليوم حتى الصحف الأمريكية نيويورك تايمز وغيرها نقلوا عن جو عن الرئيس الأمريكي أنه ممتعض، الإدارة الأمريكية ممتعضة من تصرفات نتنياهو، وبيعتبروا أنه هو رح يخلص أو رح ينتهي بهذا الموضوع. بس بنفس الوقت الأمريكان منهم سامحين أنه إسرائيل تنتهي بخسارة مدوية من دون ما تحقق إنجاز معه. لأجل ذلك اليوم الأمريكي صحيح أنه عم يعمل ضغط لجهة إسرائيل وعم يوقف قرارات دولية وعم يعمل قرارات لمصلحتها ورح يضل يدعمها بجسر جوي، وجاب البوارج العسكرية وحلفائه وفارض على حلفائه يدعموها بكل المقاييس الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية، ولكن بنفس الوقت يحاول الأمريكي أنه ينزل الوضع، ينزل الإسرائيلي عن الشجرة، يحفظ له هيبته، عم بيحاول وبنفس الوقت ما يوسع الحرب. ما إله مصلحة الأمريكي لهلأ مبين أنه توسع الحرب، لأنه صار في موازين دولية مختلفة بينت باجتماعات مجلس الأمن والأمم المتحدة. طب هون أستاذ عباس هو بيت القصيد، يعني أمريكا أكيد ما بدها إسرائيل أنها تهزم، ولكن كيف يمكن أن تسترد القليل من هيبتها إسرائيل؟ هل هو بالسياسة أم هل هو بالعسكر؟ يعني شفنا نحن إذا بدنا ناخذ مثال 2006، حرب 2006 حاولت أمريكا بكل قوتها أنه تاخذ مكاسب لإسرائيل بالسياسة لأن بالميدان هزمت. اليوم بقطاع غزة هل سيتكرر التاريخ؟ يعني رح تهزم بالميدان ولكن رح يكون الضغط من أجل مكاسب سياسية لصالح إسرائيل يعومها من بعد هذه الخسارة؟ أولا أكيد اليوم مش مسموح أمريكيا ولا غربيا أنه إسرائيل تهزم، ولكن اللي حصل ب 7 أكتوبر هو كسر الهيبة الإسرائيلية. ما عادت إسرائيل اليوم هي الشرط الأساسي الموجود الذي يعتمد عليه غربيا في المنطقة، وحتى بعض الدول كانت بدها تعتمد عليه كحليف يقدر يعمل ردع لأي قوة إقليمية صاعدة، يعني قالوا البعض الإيرانيين أو حركات المقاومة أو يعني بدك إياه سميها، بسموها الأذرع الإيرانية، سميها بدك إياه. اليوم في سقطة إسرائيلية حصلت ب 7 أكتوبر، على ضوء اليوم الإسرائيلي استفاد. صحيح هي سقطة في مكان ما من الهيبة، ولكن وظفها دوليا ليأخذ عطف ويأخذ قرار دولي بمحو حماس والإبادة اللي حاصلة بالأول. لأجل بعد لهلا مكملة إلى حد ما، بس بعد في قرار بمحو حماس، يعني نحن عم نشوف عم ينزل السقف شوي انه حصره، هل كانوا انهاء هلا شل قدرات او شل قدرات. رح يضل السقف الاسرائيلي بهذا الاطار، يعني اليوم اذا بتوقف الحرب بيطلع الفلسطيني بيقول انا انتصرت لانه بعدني عم ببعت صواريخ، بعدني عم قاتل بنيتي العسكرية، بغض النظر عن الأرواح المدنيين الفلسطينيين الشهداء اللي سقطوا، يلي إنه بتصير بحساباتهم بالعسكر غير حساباتهم بالمجال الإنساني. إسرائيل اليوم أكلت ضربة، ولأجل هيك استفاد نتنياهو لحتى يرد الاعتبار. جند كل الطقم السياسي وعملوا حكومة حرب والعسكر والدبلوماسية والضوء الأخضر الدولي الأوروبي والأمريكي، وماشيين بعضهم لهلأ معه. يعني اليوم الموقف الأوروبي بالعمق ما تغير، الموقف الأمريكي بالعمق بالشكل صحيح ما تغير، ولكنه يريد ألا تتوسع الحرب لأنه بدها تاخذنا على محل ثاني منا بالحسبان هلأ بالشرق الأوسط. كمان ينتظر أنه من دول أخرى تلاقي الأمريكي موقف الأمريكي من الإيراني مثلا عم شوف سقفه الدبلوماسي كتير عالي، بس كمان بنفس الوقت مادته للتفاوض. على كل حال أنا بقرأ بموقف إسماعيل هنية من قطر لما حكي عن تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين وهيدا بإطار التحول اللي عملته حماس مش من هلأ، من سنوات ماضية عملت هذا التحول عندما خرجت ولو بالشكل ما بعرف من حضانة الإخوان المسلمين. بس من يقرر لدى حماس؟ يعني نحن عم نشوف ميدانيا محمد الضيف، يعني انه في قيادات ميدانيا عم بتكون بالميدان منفصله كليا عن السياسه القائمه من إسماعيل هنية وغيرها. لا هلا ما مبين بالحرب انه في بيناتهم خصام او سباق، يمكن قبل الحرب